السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالورد والشعر والبوح والمطر المختلف دائما. اليوم برنامجكم غيم القصيد في حلقة استثنائية مختصة ببراعم الشعر ومستقبلها أيضا، لذلك قررنا إحنا كادر طاقم غيم القصيد أن تكون الحلقة هذه خاصة بما دون 15 سنة، هم مستقبل الشعر، وضيوفنا اليوم مميزين اخترناهم بعناية فائقة من خلال تواجدهم في الساحة المحلية. ما اتصلت عليهم الضوء بشكل كبير، ولكن اليوم من خلال برنامج غيم القصيد راح نتحاور معهم وراح نسلبهم بعض من وقتهم ونستمع لقصائدهم وتفردها. ضيفنا الأول هو شاعر صغير استثنائي اسمه عبد الملك النوفلي. عبد الملك كيف أخبارك؟ خير والحمد لله. كيف وضعك؟ طيب؟ طيب الله يسلمك، سعيدين أنك معنا اليوم في برنامج غيم القصيد. زين تشرف أنك تكون معي. طيب عبد الملك، أنا تلاحظ أنه متوتر صح؟ نعم ملاحظ صح هالشيء؟ أيوه. ليش تتوقع؟ لأني كبير صح؟ أيوه. الله عليك. طيب عبد الملك، قبل أن نبدأ خلنا نسمع قصيدة منك. بقول لكم قصيدة للشاعر فيصل الفاسي، ألقاها أمام صاحب القلالة بعنوان مسيرة الخيل. إذا دعت لي بلادي ما أخليها، أسرق لها خيل أفكاري ولا بيها، أسرق لها العاديات اللي إذا تمشي ظلالها تستقاريها. لو تصبر شوي ياكم علمها الوافي، بتسمعوا دبك رجلها وياديها، لأن الرمك يسمع طاري بلادي من ضبحها يرقف الأرض ورواسيها. لو تصبر شوي ياكم علمها الوافي، بتسمعوا دبك رجلها وياديها، لأن الرمك يوم يسمع طاري بلادي من ضبحها ترقف الأرض ورواسيها. عمان عمان لو دمنا يروي حضارتها، نفتح لها نهر من الشريان نسقيها، وإذا دعتنا بيوم السلم قيناها، نقطع ضلوعنا طوب ونبنيها، أو إذا دعتنا بيوم الضيم والشدة لحظة من العمر والله ما نخليها، نسنن انيابنا ونعصب عمايمنا، ننزل من قبالها وندعس عاديها، نصطف خلف الذي تشهد لأفعاله، قابوس لي بالوفاء والعزبانيها. الله من أحل بلد سلطان محنك، من حكمة الأرض بين يديه يطويها. يا سيدي كل ما مالت بنا الدنيا، ثقلك يرجح لنا الدنيا بما فيها. بس لو فكرت عددها، 1 2 3 كيف بحصيها؟ خلاص أحس الشعر ما عاد يسعفني، أسطر أبياتي القلب يمحيها. أين الفصيح؟ ألقي الفصيح لعلي يستعين به، لأرتقي من جبال الشعر. قابوس أنت الذي سطرت ملحة لا يكمل المجد إلا حين يرويها. بدت فتنة إلا انبريت لها، بضربة من سيوف العدل ترديها، وظلمة الجهل ما عادت تؤرقنا، منقرا ما بين وجيها. مولاي سيروا بنا في كل معترك، من خلفكم قطع البيداء نطويها. البحر نشربه والصخر نأكله، والنجم نقطفه والنار نكويها، الليل نشعله والقمر ننفثه، والضبع نويله والأسد نشويها. ما تطلبون أرواح فدا وطن، في الحال نخلعها طوعا ونلقيها. لا شكر يرقى ولا عرفان يا أبتي، إذا إلا تحية قلب إذ يوديها. يا سلام، صح الله لسانك ولسان فيصل. صح عبدنا، أحسن عن فيصل الفارسي. نعم. توقع أن يزعل عليك؟ لا. طيب عبد الملك، أنت أول ما كتبت أو أول ما بديت تلقي وظهرت معك موهبة الشعر بشكل عام كنت صف أول ابتدائي صح؟ أيوة. كلمني عن بدايتك. بديت في إلقاء الشعر من الصف الأول وشاركت في الإذاعة المدرسية. جميل. في الإذاعة من اللي شجعك أكثر؟ قال لك ما خفت أنك تواجه جمهور الطلاب؟ الوالد والوالدة والجد والأهل جميعا والمعلمين في المدرسة كلهم وقفوا معك؟ الله يحفظهم. اللهم آمين. كلهم وقفوا معك؟ نعم. طيب أنت ليش تحرق أصلا؟
لأن أحس فيه حلاوة و... جميل. تحبي الشعر أكثر ولا كرة القدم؟ الشعر. الشعر أكثر ها؟ جميل. طيب سمعنا قصيدة. بقولكم قصيدة للشاعر محمد بن فطيس المري. يالله يالله عفوك يوم تصفية التراب، يوم الحصاد اللي ما زرعناه في السنين، يوم الحشر قرب معنا ذهاب اليوم في الدنيا وبكرة راحلين. يالله عفوك يوم تصفية الحساب، يوم الحصاد اللي ما زرعناه في السنين، يوم الحشر قرب ولا معنا ذهاب اليوم في الدنيا راحلين. نجمع ذنوب ونرتقي عفو وثواب، وعلى نصر ربي لنا مستعجلين. تدرون ليه؟ تدرون ليه آمالنا مثل السراب؟ تدرون ليه النصر سيف الأولين؟ الأولين أعمالهم وفق الكتاب قاموا عليه وباعوا الدنيا بدين، حنا غفلنا بين ما لذ أوطاب والنصر سيف ما يسله غافلين. يا سلام. الأولين أعمالهم وفق الكتاب قاموا عليه وباعوا الدنيا بدين، وحنا غفلنا بين ما لذ وطاب والنصر سيف ما يسله غافلين. نصبح على شوف انتهاكات وخراب، ونمشي على دمع وتنهات وونين، وعلى العيون من فتح مثل الضباب ما عاد ندري من يسار ومن يمين. يالله زلزل تحت الأعداد تراب، والطف بنا واحقن دماء المسلمين، والطف بمن لبسه من التقوى ثياب عبادك المستهدفين المتقين، تكالبت عليهم أنياب الذياب ولا غير عون السلين. والطف بمن لبسوا من الثياب عبادك المستهدفين المتقين، تكالبت عليهم أنياب الذياب ولا غير عون معين الصابرين. من هول ما يقري لهم شاب الأغراب، يا وسع حلمك وانت ما فوق أدعيك، وانت أدرى بحال أهل المصاب ومتكفي لك يا أكرم الأكرمين. الله أمين. يا سلام عليك، صح الله لسانك. صح أنت المفطيس ولا هو أحسن؟ هو أحسن؟ لا أشك في ذلك، أنت قاك والله أحسن من محمد المفطيس، صدق أكلمك جد يعني. طيب ما أعتقد محمد المفطيس في عمر قريب، فأنت عشان كي أنا قارنتك محمد المفطيس. طيب عبد الملك، خلنا نتكلم كيف تطور موهبتك بشكل عام في الشعر، كيف تطورها، كيف تنميها؟ أنميها بقراءة الشعر. جميل. والاستماع لبعض الشعراء. ممتاز. مثل بن فطيس ومازن هدابي جزاك الله خير وفيصل فصلي وغير الشعراء. ممتاز ممتاز. والاستماع ومشاهدة أمسيات شعرية. أمسيات شعرية البرامج الشعرية. لا لا لا، شعر مليون. تابع شعر مليون؟ ايوه. بتشارك في شعر مليون؟ نعم في المستقبل، يعني في العام بتشارك فيه. اللي هو ما اعتقد شعر مليون الاطفال يسمونه. أيوه. بتشارك فيه. أيوه. الاول الثاني الثالث بتحقق الاول ان شاء الله. الاول ان شاء الله وفوز بفيارك ان شاء الله. تعال كلنا معك قلبا وقالبا عبد الملك النوفلي. طيب عبد الملك، كلمنا عن مشاركاتك خارج المدرسه، عندك مشاركات؟ شاركت خارج المدرسه في الانديه وفي المدارس وفي كلية تطبيقية وغيرها من المناسبات. عليك إقبال كبير، ناس صور معك سيلفي وخلاص مشهور صرت. الله يوفقك. طيب عبد الملك، خلنا نسمع قصيدة نختم فيها اللقاء. بقول لكم قصيدة للشاعر مازل هدابي. جزاك الله خير، تسلم. للشاعر مازل هدابي بعنوان روح عمان. بسم الله. ألا يا عمرو بن كلثوم اسمع، وقبلك يسمع الحاضر حكينا، حن اللي طفلنا من قبل يولد تخر له الجبابر ساجدينا، حن اللي حرك السيف مغمد نسل في وجوه الجاهلينا، حن اللي صمتنا فضة حكينا ذهب جهل العالمينا، حن اللي نرمي الشيب ونلبي نداء أعمان النادبينا، من أظفار المراجل ليمس ندم جنود بقلب واحد مخلصينا، عمانيين ما نشبه سواه وفي التاريخ ما يشهد علينا، حملنا راية الإسلام طوعا ودعانا خير المرسلين. ألا يا رب ألا يا رب تحفظ تبقى عمان المركب الأمجاد مينا، ألا يا رب تحفظ تبقى عمان المركب الأمجاد مينا. صح الله لسانك، والله يحفظك ويحفظ عمان. أعترف لك اعتراف ثالث تلقيها أحسن مني.
صدق تلقيها أحسن مني. ما شاء الله عليك، الله يحفظك عبد الملك. كنت معنا ضيف في برنامج غيم القصيد، وأنا سعيد جدا أني يعني كنت أدردش معك. ما شاء الله عليك، أنت في هذا السن صف سادس أتوقع الحين، كم عمرك تقريبا؟ 12 سنة، وبهذا الحضور ما شاء الله عليك، يعني أتوقع لك مستقبل كبير، والله يوفقك ويسعدك. كلمة أخيرة تحاب توجهها للناس اللي تسمع والجمهور اللي يحبك أيضا؟ نعم، أحب أن أشكر جميع اللي وقفوا مع عبد الملك. الله يوفقك إن شاء الله، إحنا واقفين مع قلبا وقالبا من اليوم لنشوفك. طبعا إيش طموحك صح عبد الملك؟ يوم أكبر أيوة نكون شاعر كبير إن شاء الله تعالى. الله يوفقك ويسعدك. إذا أعزائي المستمعين، هذا لقاءنا كان مع الشاعر الكبير عبد الملك النوفلي، وإن شاء الله تعالى في الفقرات القادمة في أيضا شعراء كبار، فخليكم على الشوف والسمع والشعر أيضا. فاصل بسيط وراجع لكم مع عبد الله